تأثير قرار الفيفا في تقديم موعد إرسال أسماء الأندية المصرية الكاف اللي هتشترك الكاف أنا آسف. اوكي، وطبعا اكيد كلنا اتفاجئنا بالخبر ده كابتن اسلام، لان احنا اوريدي متعودين ان احنا بنبعت الانديه 30/7، واعتقد حتى اتحاد الكوره اعتقد دلوقتي هو في مأزق وهيخش ثم بيحاولوا يخلوه 15. هل هيوافق ولا يعني ما اعرفش بصراحه هيعملوا الكلام ده؟ ان الجواب احنا في الاخر بنتعامل مع الحاجات الرسميه طبعًا دلوقتي طبعًا. الرسمي ان الكاف طلب 30/6 30/6، ما تاخرش عن كده. في بقى امور ومحاولات خارج خلف الستائر، اوكي ممكن، لكن دلوقتي احنا في موقف البطوله ما خلصتش، وهنتكلم في نفس الجدل بتاع كل سنه، بس الجدل السنه دي هيبقى قوي جدا ما بين مين ومين؟ ما بين فيوتشر وبيراميدز، لان انت لما تاخد تصنيف الدور الاول او ترتيب الدور الاول، نادي الاهلي كان هو المتصدر، ونادي فيوتشر كان هو الوصيف، بيراميدز الثالث، نادي الزمالك كان الرابع اعتقد. فبالتالي دلوقتي الوضع الحالي نادي بيراميدز هو الثاني، بيراميدز هو الثاني. فدلوقتي خناقه جامده جدا، نادي بيراميدز هيقول لك انا دلوقتي انا الوصيف ونادي فيوتشر بعيد عني، وانت هتبعت انت عشان ودي اللائحه، لو الطلب اللائحه دي من الدور الاول دي موجوده، لو الكاف لو الاتحاد القاري طلب اسماء الانديه قبل نهايه المسابقه سوف يتم الاعتماد على نتائج المباريات دول. او حتى لو تفتكر مباراه الاهلي والمقاولين كانت مهمه جدا، صح، وكان عليها كان عليها زخم كبير، اما المباراه كانت مؤجله من الدور الاول عشان ننهي نتائج الدور الاول. وبالتالي اذا انا في وجهه نظري اوكي، يعني طبعا طالما انت وافقت على لائحه تمشي عليها وان كل الانديه ماضيه عليها من بدايه المسابقه والمواضيع واضحه، فبالتالي كده هيبقى اذا التزمنا باللي قاله الكاف، الاهلي فيوتشر في بطوله دوري ابطال افريقيا، ونادي بيراميدز ونادي الزمالك هيروحوا الكونفدراليه. حصل دلوقتي بطوله كاس مصر في الوضع الحالي، انا اسف، دورها ايه؟ يعني ايه المغزى منها؟ السوبر، تلعب السوبر يعني. تلعب السوبر بس؟ يعني في معظم بطولات، يعني بطولات العالم مفروض اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول ان الثالث والرابع. طب خلاص يبقى الثالث والرابع. يعني انا اقصد في حته انت محتاج ان انت تعدل، انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، ولكن انا اقصد ان انا في الاخر طالما النادي الاهلي دائما ما يلتزم بلوائح، طبعا طالما طبعًا في لائحه بتقول كده خلاص. طبعا، بس هي النقطة، بس هي أنا معاك على فكرة، بس أنا معاك في حتة إيه؟ وهنروح إن هم دلوقتي حاليا بيعدلوا الأمور في الدرجة الثانية ومطلعين دوري محترفين وهنتكلم عليه، بس في حتة إيه؟ يعني بطولة كأس مصر اسم غالي واسم كبير، بطولة كبيرة، بطولة غالية، فأنت محتاج إن أنت تعطيها أهمية كبيرة في مسألة المشاركة الخارجية، حتى إيفن لو البطولة العربية مثلا يعني.